في هذه اللحظات يعلن حكم اللقاء صفرته ينهي المباراة بفوز بارما بهدفين مقابل لا شيء لسبيزيا. ولاعبي بارما ينتظرون الآن الأخبار تأتيهم من ملعب فروسونيني. إذن في النهاية مشاهدينا الكرام مبروك لبارما هذا الفوز، وربما أيضا يعودون لدور الأضواء والشهرة في حالة نهاية مباراة فروسونيني وفوجة بالتعادل 2-2. وفي النهاية تقبلوا تحياتي أحمد الحسني وإلى اللقاء.